مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات خاصة بالعيد، وما زلنا في أسبوع العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وأخواتنا الأقباط طيبين. طبعا النهاردة هنعمل من الوصفات اللي بنحبها كلنا، اكيد البسكوتات ليها معانا يعني ايه حظ ونصيب ان شاء الله. النهارده هنعمل بسكويت النشادر، بسكوت كلنا بنحبه وانا شخصيا بموت فيه، ما بقطعوش طول السنه موجود في البيت عشان بحب قوي اكله الصبح او ممكن اكله مع حاجه بالليل. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه غير بسكوت النشادر. احنا وعدنا صديقتنا ام جوزيف امبارح ان احنا هنعملها الغريبه، ان شاء الله هنعمل الغريبه بس الناعمه البيضة هنعملها ان شاء الله، وهنعمل كمان بسكويت لكل اصدقائنا اللي ما بيحبوش، يعني هنعمله بالزيت بعيدا عن الزبده والسمن اللي بيتضايقوا. وكمان ليكوا حظ معايا على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي لكل الوصفات الخاصه بحضراتكم بعيدا لمرضى الحساسيه. انا معاكم لو عوزتوا اي اسئله، وبشكر حضراتكم للمتابعه وشكرا انكم بتابعوني من خلال قناه الاهلي. اسمحوا لنا بقى نبدا. يلا اول حاجه الشوط الاول بتاعنا بدا وهنبدا نقول مقادير بسكوت النشادر. اول حاجه عندي 750 جرام من الدقيق، كيلو لربع من الدقيق، عندي نص كيلو من الزبده النيوزيلندي، طيب او اي نوع زبده حضراتكم تفضلوه، عندي 200 جرام سكر بودره يعني كوبايه، عندي 100 ملي من اللبن يعني نص كوبايه، معلقه كبيره ممسوحه من النشادر، ومن 4 لـ5 بيضات على حسب حجم البيضه، انا سبتها اختياري، اللي عايز يكتفي باربعه ماشي، اللي عايز يحط 5 ماشي، هو كيلو دقيق عموما بياخد 5 بيضات بالنسبة لبسكوت النشادر. طيب الفانيليا طبعا أكيد مش هنستغنى عنها. طيب أنا هبدأ بالزبدة. على فكرة البسكويت النشادر بينجح بالسمنة كمان، يعني أنا كل ما هلاقي حاجة كده في الوسط نقدر يعني نستغنى عن الزبدة ونقول مثلا ممكن بالسمن، ممكن بالسمن هيبقى رائع. وفي كمان بسكويت بالزيت، يعني في كل حاجه، بس طبعا البسكويت بالسمنه بيطلع ناجح بس في حاله واحده، اما تعملوه بالمكنه، يعني لما تبقى المقادير بتاعت حضراتكم مش على جيب الحلواني، على المكنه بتاعتنا بتاعت زمان اللي احنا عارفينها، بيطلع مظبوط كمان وجميل جدا. طيب هبدا اول حاجه اوريكم بس قوام الزبده. القوام بتاع الزبده يعني ما هوش ايه، مش عايزاه يبقى زي ما بيقولوا ايه كريمي او بدات خلاص تسيح زياده، انا عايزاها ماسكه نفسها بشكل او باخر، بس حس ان انا احط صباعي يفضل ايه يعني بدوس هي لسه جامده شويه معايا. طيب هاخد كده سباتولا من هنا بسم الله، وهروح على العجان. طبعا اللي مش عنده عجان مفيش مشكله، نقدر نعمل ده بايدينا على فكره، نقدر نعمل ده بايدينا جدا وهيطلع ناجح برده، نقدر نعمل ده بالمضرب الكهرباء او بالمضرب السلك العادي، بس انا شايفه ان مضرب السلك العادي ده هيبقى مرهق لحضراتكم قوي لايديكم، الاحسن نعمله بايدينا بقى على طول. يعني في الافران، في الافران بيعملوه على ايديهم على فكره في طبق كبير كده، ويروحوا عاملينه على ايديهم على طول، وساعات بيضيفوا له حاجه اسمها ريحه الموز بتتباع عند العطار، وغالبا ما بيحطلوش نشادر عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، بتاع الافران ما بيتحطلوش نشادر، بيحطوه بالفانيليا كده على طول، ما بيتحطلوش اي حاجه من النشادر، النشادر دي احنا بنعملها في البيت بس. بسم الله هطري بس الزبده شويه ضربه كده لوحدها قبل ما اضيف سكر البودره. واسمحوا لي اشكر كل اصدقائي متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، واللي متابعيني على الصفحه الشخصيه تحيه لحضراتكم، واوعدكم ان شاء الله هنزل لكم حاجات صحيه، بيتي فور صحي، كحك احنا نزلناه صحي، عملنا بسكوتات كمان صحيه، ان شاء الله كل حاجه انتوا عاوزينها نعملها، ونعملها كمان من خلال برنامجنا اذا الوقت ما ساعدش ان احنا نعمل كل ده في رمضان. بعد العيد ان شاء الله نعمل حاجات لمحبي الاحتفاظ بالبسكوتات دي طول السنه عندكم في البيت. ان شاء الله هتستغنوا عن انكم تشتروها من بره، وخلينا برضو نقول ايه انه في بعض الاماكن والمحلات المحترمه للحلويات بتستخدم خامات كويسه جدا، بتستخدم الزبده النيوزيلندي دي، ولذلك ممكن تكون ايه الحاجه قيمه الحاجه عندها غاليه بس بتبقى والله مكلفه حاجتها، لكن احنا نقدر نعمل ده بكل سهوله في البيت وما نبقاش محتاجين للشراء. احنا زمان كانوا اهالينا بيعملوا كل حاجه في البيت، وكان زمان بيتعمل كمان في البيت بس كمان بعامل يدوي يعني بالايد. بسم الله نضرب بقى كده خليط السكر ال 200 جرام مع الزبده اللي احنا حطيناها. ونخلطهم كويس قوي لحد ما الخليط ده يتجانس كويس جدا جدا، علشان ايه؟
علشان يبقى كريمي شويه. وهجهز بقى جنبي كده هنا البيض. طبعا خلوا بال حضراتكم البسكوت الفلاحي، البسكوت الفلاحي بتاع زمان اللي كنا بنعمله الهش الرائع ده. خليني كده ايه اخد كده هنا، بصوا هنا انا حطيت على الدقيق ايه رشه ملح، اقلب بس فيها الدقيق كده. وبعدين اللبن بقى اللي معايا ده انا هدفيه هنا على النار كده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده، عايزه ادفي اللبن، اللبن عايزاه دافي. بسم الله، ولو عوزت زياده هزود. انا ممكن ايه الكيلو دي بياخد بالظبط كوبايه لبن، بياخد 5 بيضات. بصوا بقى الزبده افتحت ازاي، لسه برضو هنزل اللي في الجناب. بصوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي، جميل ازاي. تعالوا بس ايه نزل اللي في الجناب كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان ايه لما يختلطوا يبقى الخليط كله داخل كويس في بعضه اهو. بصوا بقى بتطلع خليط جميل وما تخرصش مننا. طبعا البيض كالطبيعي بنستخدم بيضه بيضه، لو احنا هنستخدم السمنه في الوصفه دي يبقى حضراتكم هتحطوا السمنه وتكون شويه ماسكه نفسها، مش سمنه سايله زي الزيت، لا سمنه مرمله. طيب بسم الله نخلط خلطه كمان. وهاخد كده معايا الفانيليا مع البيض. وبعدين هقول لحضراتكم على حاجه، بسكوت الفلاحي بتاع زمان الهش ده بيتعمل وكانوا بيضيفوا له برتقان، يعني يحطوا البرتقان ونص كوبايه مثلا ويروحوا مدوبين فيه على طول معلقه النشادر، فكانوا ياخد الطعم البسيط ده من غير قشر برتقان ولا حاجه، كانوا بيحطوا النشادر ومع البرتقان. بصوا بقى الزبده كمان بدات تفتح، لونها كمان يفتحها اكتر واكتر. بسم الله هبدا بقى هنا وهي شغاله كده، هضيف بيضه 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 تتشرب، اضيف التانيه. بسم الله هنحط الفانيليا، ومعانا زينه. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا فاس؟ اهلا وسهلا يا زينه، ازيك حبيبتي؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه وحشتينا، والجمال بس والتعلق احنا مش قد الحاجات دي والله. يا روح قلبي ده انتي كل ذوق، يا روح قلبي ده جمال عيونك انتي والله. حبيبتي ربنا يخليكي، واحنا عايزين نبارك بس على ماتش الرجاء والصعود للدور الرابع النهائي. طبعا الف الف مبروك يا حبيبه قلبي. الحمد لله احنا في غايه السعاده والله، والاهلي هو سبب فرحتنا. يا روح قلبي دايما دايما يا رب يبقى سبب فرحتكم دايما يا حبيبه قلبي. حبيبتي ويا زينه هتسلم على حضرتك بسرعه بس قوي. طبعا اديهاني. الو ازيك يا سيف عبيم، عامله ايه؟ اهلا 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 اهلا، ايه القمر ده؟ وحشتيني قوي. وحضرتك كمان. عايزه بوسه بقى. وانتي بوسه من هنا ومن هنا. كتير قوي. حبيبه قلبي انا بحبك قوي، وعايزه ابارك على ماتش الرجاء والجداوي. طبعا الف الف مبروك للاهلي يا روح قلبي، الف مبروك للاهلي. دايما كده يا رب في نجاح وتالق، دايما رافعين راسنا دايما. تسلمي لي يا زينه، ميرسي يا حبيبه عمري، ميرسي ان انا سمعت صوتك يا حبيبتي، شكرا ليكم. طيب انا دلوقتي نزلت اول بيضه اتشربت تماما، بصوا بقى هبدا اشغل كده بالراحه وننزل البيضه بيضه ثانيه لحد ما ايه نخلص كميه البيض بتاعتنا، دول نزلوا مع بعض ماشي اهو، والخليط هيبدا يفتحها خالص. بسم الله اهو نشرب كميه البيض كلها، وحطينا طبعا الفانيليا. طيب انا دفيت اللبن ورفعته دلوقتي عشان انا مش عايزاه سخن، انا عايزاه دافي اهو. وحطيت هنا ال على الدقيق احنا حطينا ذره ملح صح، هاخد بس شويه العصير البرتقال دول، وادي النشادر. بسم الله تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده عندي هنا النشادر، خليها بس اقلب الدقيق الاول شويه واحطه، انا حطيته خلاص مع ذره الملح، هنزق شويه بس كده
بسم الله الرحمن الرحيم، ما بنزلش بالكمية كلها في الأول لحد ما أشوف القوام، لأن ممكن قوي نوع دي ده يختلف عن نوع دي اللي حضرتك بتستخدمي. دايما بأمن نفسي لما يكون أنا أزود أفضل بكتير ما أنا الخليط يبوظ مني وأنا مش عارفة أتعامل معاه لحد ما أدوب بس أنا النشادر وأوريكم فوران النشادر بيبقى عامل إزاي والتفاعل بتاعها. بسم الله نخلط كده الخليط شوية، وطبعا إيه أدخلهم في بعض، وبعدين هغير الكف بتاعي ده ضروري عشان خلاص الشبكه دي هيبقى تقيل عليها العجين، دي برده مهمه عشان حضراتكم تحافظوا على الايه الادوات او الاداه بتاعه الايه العجن ما تتكسرش او الشبكه دي تتكسر. وناخد بقى الكف بتاعنا ومعانا هشام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فندم، اهلا بيك. انا هسميكي ست عظيمه العظيمه. الله يخليك يا فندم، شهاده على راسي من فوق والله. شكرا. يا شيف عظيمه انت، احنا بنشكر الاهلي ان هم جابوا لنا ايقونه جميله. الله يخليك. وعايز اقول لك انت حلتي لي لغز ما 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 كنتش عارف احله طول حياتي. ايه هو؟ ان مراتي ترضى عني وتشوف معايا قناه احنا الاثنين نشترك فيها نتفرج عليها. يا نهار ابيض. طب الحمد لله يا فندم، دايما متجمعين في الخير يا رب دايما. انا يعني كنا دايما في اوقات اجيب انا القناه وهي عايزه تقلب القناه، دلوقتي بتقول لي لا انا هشوف معاك الاهلي. يا فندم ده شرف ليا والله بجد وعلى راسي من فوق. شكرا وتحيه لزوجه حضرتك بجد والله بشكرك جدا. شكرا لحضرتك، حضرتك مش محتاج اي حاجه. طب او هي محتاجه اي حاجه؟ احنا بنغلب ايوه في الفته الفته الاصليه القديمه بتاعت زمان بقى بالثوم بالسلطه. حاضر من عينينا بس كده، فته بالموزه نبقى سعداء يعني. حاضر يا فندم من عينيا بس كده. حاضر من عينيا الاثنين نعملها. وتحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب واسرتك جميعا يا رب. شكرا جزيلا ليك استاذ هشام. شكرا متشكره جدا والله، الكلام ده غالي عليا جدا والله بجد. شكرا لحضراتكم. انا هحط هنا بصوا اللبن دافي، هحط معلقه النشادر وهقلب وهوري حضراتكم القوام هيتغير على طول. بصوا ده حد بيتصل اسمه كده هديه يا جميله، انا معجبه باسمك اصلا حبيبتي، هدية بجد والله. معانا هنا بنات جمال جدا في الكنترول بجد والله، يعني للأمانة كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني أنا سايباها بس شوية هوري حضراتكم قوامها، بصوا بيعلى ازاي وقوام اللبن بيختلف. هزود بس شوية دقيق صغيرين وهنضيف بقى الايه النشادر بتاعتنا مع اللبن. العجينة دي عجينة لجيب الحلواني، لجيب الحلواني. هزيف برضو البرتقال بيدي طعم حلو قوي يعني مع الايه مع الخليط الحلو ده، مش هيقول لا. بصوا حضراتكم خليط اللبن اختلف ازاي، هجيبه هنا تشوفوه اكتر. بصوا الخليط بقى هنا كده، خليها كده عايزه اوريه لكم بالمعلقه معلش. شوفوا بقى تفاعل النشادر، اللبن يبقى دافي شويه، بصوا بقى عامل ازاي اهو. طبعا البسكوت ده بس ده بيتفاعل اسرع واقوى وما ينفعش ننتظر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ما ينفعش ننتظر عليه؟ يعني لازم نخبز البسكوت على طول، لو سبتوه هيتخن وهيطرى وهيبقى وحش جدا، يعني يتقطع على طول مباشره اول ما يخلص العجين. تعالوا نبص بصه، انا حطيت طبعا شويه من سوائل البرتقال نشوف كده. رائع. بس لا هنحط بقى شويه الدقيق اللي باقيين. شفتوا بقى انا الواحد بيامن نفسه، ودي من اجمل الحاجات ان الواحد يحط المعيار مظبوط. بس حتى لو انا ضامنه انه مظبوط فخلينا دايما نامن نفسنا بشويه اخيره من الدقيق لاخر لحظه. وكده انا خلاص هديله بس خلطه بسيطه وهبدا اشكل الايه بسكوت بتاعي. بصوا بقى خليط البسكويت بسم الله ما شاء الله، اوري لحضراتكم. الله شايفين ده مفيش اجمل من كده. طيب ناخد بقى جيب الحلواني، انا مجهزه لحضراتكم هنا التاب دي بتاعت اللي هي المشط،
بنعمل بيها البسكوت التقليدي بتاعنا اللي احنا عايزينه. طبعا تقدروا تعملوا اي اشكال. لو حضراتكم عايزين ما تستخدموش جيب الحلواني وتستخدموا الماكينه بتاعه البسكوت، هتزودوا 250 جرام، هيوصل للكيلو دقيق، هيوصل للكيلو دقيق. هي دي، وهي بتبقى كوبايه معيار الميجرنج كاب 250 ملي. انا بقى هاخد من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبالاسباتيولا كده عشان ابدا ايه اطلع الخليط احطه اشكل مع حضراتكم. بصوا بقى، دي عجينه لينه لجيب الحلواني، ماشي اهو. طبعا بيطلع هش وجميل، كل الاحوال حلوه. ماكينه زمان مفيش احلى منها. لسه كنا بنتناقش مع بعض واحنا موجودين سوا في الكنترول، بنقول انه مفيش احلى من ايام زمان، ايام ما الواحد كان في بيت العيله والسجان بتاعه الافران، الشباب كانوا ينزلوا يجيبوها الكبيره وكنا نخبز ونعمل ده، والماكينه حد بيلف الماكينه وحد بيقطع البسكويت في الصاج عشان يبقى مظبوط وشكله حلو. هناخد بقى كده، وناخد كمان منا واحنا بنشكل البسكويت. اهلا يا منا. عظيمه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، شرفتينا. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. حبيبه عمري، وانت بصحه وسلامه وسعاده يا رب. ربنا يخليك. انا كنت بكلمك قبل كده بس انا قعدت ادور عليكي، بقى تابعتك على قناه انا طلعت هنا في الاهلي انا يعني ما كنت، انا ماليش اصلا في الكوره ولا في الرياضه، بس انا بصراحه برضو قلت لازم اكلمك واسمع يا حبيبتي. يا حبيبتي تسلمي، تسلم ايدك على كل حاجه، دايما متالقه ومفيش حاجه بجربها من تحت ايدك الا ما بتطلع زي الفل. يا رب سعيدك حبيبه قلبي، تسلمي لي. ربنا يخليك يا حبيبتي. يعني الكحك بتاعي كان عامله والبسكويت وكل حاجه زي الفل. تسلم ايدك يا شفاطي. يا روح قلبي تسلميني، انا بشكرك جدا، ميرسي لذوقك وشرفتيني ونورتيني بجد والله العظيم. وربنا يخليك يا شيف عظيم، وكل سنه وانت طيبه يا رب ودايما متالقه كده ان شاء الله باذن الله. امين يا رب، احنا وانت، واسمع صوتك دايما حبيبتي. شكرا ليكي والله، يعني سعيده جدا جدا، وشكرا انه يعني الناس اللي حتى مش بتتابع الكوره بس بتحترم المكان وبتتصل وبتتابع، انا بشكركم والله فعلا جدا جدا. بصوا بقى التشكيل، بصوا بقى البسكوتة جميلة ازاي. عايزين تطولوها تقصروها، دي ترجع لحضراتكم، ماشي. انا بظبط بقى الجناب دي زي ما انا عايزة. بصوا بقى، انا دلوقتي اهو بشد عشان يبقى رفيع. طب افرض انا عايزاها بسكوتة تخينة شوية محملة، بعمل كده. بصوا بتخن، بمشي بالراحة واتخن، فما بتخن بتخن معايا الايه البسكوتة، ماشي اهو. شايفين حضراتكم مفيش اجمل ولا احلى من حاجه البيت الجميله والاجواء الحلوه اللي ايه اولادنا يساعدوا فيها، واحنا كمان بنبقى مبسوطين قوي، يعني احساس رائع. كمان ندى وكلهم بيبقوا مبسوطين. حبيبتي ربنا يسعدكم جميعا، والساده المشاهدين وكل اللي بيشوفنا وبيتابعني على قناه الاهلي او بيتابعني من خلال صفحتي الشخصيه، ربنا يسعدكم جميعا يا رب. شكرا جزيلا. بصوا كده، شوفوا الجمال. الله ما شاء الله. طبعا البسكوت ده هتعملوا بقى اكتر من صاج، لازم نسيب مسافات كده بينهم، بيدخل على طول على الفرن على الخبز 180 على الشبكه في النص. لو فرن حضرتك حامي زياده خليه 170، ماشي اهو. هحطه على الشبكه فوق، وطبعا نخلص الصاجات على طول، يعني احنا دخلنا دول الباقيين بيتشكلوا سواء من خلال الماكينه او من خلال جيب الحلواني. دلوقتي احنا خلصنا بسكويت النشابر، واتمنى يا رب ان الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. واسمحوا لنا بقى، بما ان الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول، هنطلع لاستراحه ونرجع نستكمل مع بعض في بدايه الشوط الثاني في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. هنبدا في الغريبه علشان ام جوزيف حبيبتنا. الغريبه وصفتها سهله وبسيطه جدا، ثلاث مكونات بس، ثلاث مكونات علشان ينجحوا معانا وتطلع جميله ومش بتبصم، يعني مش بتسيب اثر واحنا بنشيلها، وتبقى برضو يعني دايبه كده وبتدوب في البق. تعالوا نقول هنعمل ايه. اول حاجه عندي في المقادير للغريبه، عندي نص كيلو من الدقيق، لو هعمل نص كيلو من الدقيق، وعندي ربع كيلو من السمنه، السمنه لازم تكون ساقعه.
طيب عندي كمان كوبايتين الا ربع من السكر البودره، كوبايتين الا ربع من سكر البودره. طيب التزيين بقى زي ما حضراتكم تحبوا، اما لوز او فستق او كريز اللي او زبيب، اللي حاجه انتوا تحبوها سيبوها ساده اللي يريح حضراتكم. طيب انا الـ 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 الاول حاجه في الغريبه لازم السمن ده يكون ساقع، ساقع علشان ايه؟ ما يبقاش دايب، لو هي دايبه زي الزيت مش هتبقى حلوه. طيب ناخد مدام سوريا، اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ اهلا اهلا وحشتيني حبيبه قلبي مدام سوريا. حبيبتي ميرسي. ايه الحلاوه دي والجمال دي، ربنا يحميكي. امين يا رب. يا حبيبتي حياتي تسلميلي، ربنا يخليكي. جميل قوي حبيبتي، اتفضلي. جميل قوي عليكي حبيبتي. حبيبتي ده من ذوق حضرتك والله. وبتسلم ايديكي، تسلم ايديكي حبيبتي على الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. تسلمي يا روح قلبي. بارك لك يا بنتي. امين يا رب امين. تحيه لحضرتك ولاسرتك بنوتك الجميله. ميرسي ميرسي كتير حبيبه قلبي. تعبينك معانا عشان تكلمينا من استراليا، تعبينك معانا. اوعي تقولي كده، دي اقل حاجه حبيبه قلبي. ربنا يخليكي مدام سوريا ويسعد اوقاتك، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل اخواتنا الاباط بخير وصحه. ميرسي، كلك ذوقي عظيمه حبيبه قلبي. حضرتك تأمري باي حاجه؟ أعوز سلامتك حبيبتي. تسلميلي تسلميلي، ميرسي ميرسي لحضرتك قوي، ميرسي ميرسي لاتصالك ولسماع صوتك الجميل مدام سوريا، شكرا جزيلا ليكي حبيبه قلبي، شكرا. يعني احلى حاجه محبه الناس، محبه دي بتاعت ربنا فعلا، واسمحوا لي انا يعني ببعت لحضراتكم باقه حب من خلال شاشه قناه الاهلي لكل اصدقائي اللي بحبهم، ولكل الناس اللي بجد بتدعي لي دعوه من القلب وهي ما تعرفنيش، وغير الناس اللي بتعرفني، وطبعا لاسرتي واخواتي ولزوجي ولاولادي. ببعت لكم باقه حب كبيره جدا. طيب يلا بينا هنبدا مع بعض. بصوا بقى انا ممكن اعمل حاجه كده اوريكم، لو انا مش عندي مكنه ولا عندي حاجه تيجي كده نجرب نعملها سوا بايدينا، يمكن ربنا يكرمنا كده وتصلح وتبقى حلوه معانا. تعالوا كده نشوف. بسم الله. طبعا بنشف البوله كويس عشان يعني ايه تبقى ما فيهاش، عشان الماده الدهنيه ما تبقاش فيها مشكله مع الميه. هقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي. اول حاجه خليني امسك السمن كده وايه واضربها الاول، هفككها الاول كده الاول بس عشان هي جامده، هفككها كده الاول وبعدين بايديا. اول ما حراره ايدي السمنه دي هتاخد حراره ايدي، تاكدوا انها هتدوب تماما. طيب تعالوا بقى، سمنه بلدي طبعا. بصوا بقى هبدا. معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ايه النور ده؟ ده انا مامتي دعيالي ولا ايه؟ لا يا قلبي، ده انا اللي ماما دعيالي. ربنا يخليك يا رب في كل خطوه سلامه، ودايما دعيالك، انت عارفه محبتك. حبيبتي والله حبيبتي، مش قادره اقول لك قد ايه انت بنتي وحبيبتي واختي وكل حاجه. ربنا يخليكي ليا والله، وعقبال ما تفرحي باسلام ان شاء الله، ولو اني عارفه انه اهلاوي متعصب. كلنا اهلاويين. انا عارفه والله، انا عارفه. والله لا انت عارفه، يعني لما يكون في ماتش للاهلي مش قادره اقول لك بيبقى في كهرباء في البيت. هو انا ما سمعتش في التليفون؟ ما انا سمعت. يا حبيبتي مش قادره اقول لك بجد والله. ماما لو سمحتي ما تخشيش، ماما ابقى عارفه ان في ماتش للاهلي خلاص ما فيش، في كهرباء في البيت. في كهرباء طبعا. حبيبه قلبي دايما عامر يا رب. يا حبيبتي ويحب فيكي خلقه ويحسن ما بين ايديكي يا رب، وحشتيني جدا جدا مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي انت اكتر بكتير بكتير بكتير. ربنا يسعدك يا قلبي، ربنا يسعدك يا رب، وكل سنه وانت طيبه، كل اخواتنا الاقباط كل سنه وهم طيبين، وكل اللي ورا الكاميرات كل سنه وهم طيبين، وكل سنه والاهلي طيب. تسلمي. الاهلي حديث. الاهلي حديث. كل سنه وهم طيبين، وكل سنه وقناه الاهلي طيبه، وربنا يسعدكم يا رب، ودايما من نجاح لنجاح. أمين. ودايما من تقدم لتقدم، ودايما رافعين راسنا. أمين. الاهلي دايما رافعين راسنا. ربنا أمين. يبارك لكم كلكم. امين يا حبيبتي، تسلمي لي وميرسي على الدعوه الحلوه دي بجد والله. يا حبيبتي تسلمي يا ام اسلام، شرفتينا ونورتينا يا حبيبه قلبي.
شكرا ليكي، شكرا ليكي، شكرا لكل حبايبي، والله نورتينا. طيب بصوا بقى، انا خلطت ايه؟ اول حاجه خلطت السمنه البارده لوحدها. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي بارده، صح؟ طيب فتفتها كده بايديا، خدت حراره ايدي، بصوا بدات تدوب، شايفين اللون بقى فاتح ازاي؟ زي لون التلج كده. طيب ومصفر سنه برضو، يعني فيها الصفار البسيط بتاع لون السمنه. طيب خدت بعد كده كميه السكر، كوبايتين الا ربع سكر بودره. طيب نتكلم عن السكر البودره، نقول ايه؟ السكر البودره لو حضراتكم هتطحنوه في البيت بعد اذنكم الخلوق، يعني ايه؟ عشان بيبقى فيه بواقي كده بتبقى يعني ناشفه شويه، فالبواقي الناشفه دي بتخلي الغريبه تنشف، ما تبقاش حلوه. طيب الترميله بتاعت السمنه دي لما بطحن، بصوا بايدي كده اهي، خدت حراره ايدي وبدات شايفينها ازاي؟ هنضيف بقى الدقيق شويه شويه، نخلط بقى كده شويه حلوين من الدقيق، حطيت عليه ذره ملح واحده. وناخد معانا احمد، اهلا وسهلا. يا شيف عظيم، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. منوره قناه الاهلي ومنوره الدنيا كلها والله العظيم. ربنا يخليك، يسلم ذوق حضرتك، شكرا. احمد الدبيكي. اهلا استاذ احمد الدبيكي، حضرتك من متابعينا، يا نهار ابيض، شرفتنا يا فندم. ده انا اللي بذات شرف ان من متابعين قدامك. يا نهار ابيض، يا اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا طبعا، على راسنا من فوق. طبعا منوره الدنيا كلها والله. انا تعبت جدا قبل ما وصلت الصراحه هنا. الحمد لله ان حضرتك وصلت في النهايه، الحمد لله. الحمد لله دايما منوره الدنيا والله، في اي مكان حضرتك منوره الدنيا. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، كل حاجه بتقدمها لنا والله جميله يعني. ربنا يخليك يا فندم، يسلم ذوق حضرتك، وتحياتي لاسره سيادتك كلها. تحياتي لكل شخص بيعمل خلف الكاميرات وامام الكاميرات. الله يخليك يا فندم، يسلم ذوق حضرتك. حضرتك ليك اي طلب؟ طب استاذ احمد، يا ريت يعني معلش عايز اعرف الطريقه الصحيحه لعمل البتيفور، بس يعني ما يفتحش في الفرن. حاضر، من عيني اقولها لحضرتك حالا دلوقتي. عينيا ليك، اتفضل يا فندم، شرفتنا استاذ احمد، شكرا ليك. بصوا بقى دلوقتي انا بديها، بتاخد حراره ايدي طبعا، هتنعم، بس طبعا اللي بالايد غير الحقيقه. دلوقتي بقى انا هحطها في الماكينه، اديها الايه الخلطه عشان اقوى من ايدي بقى بشويه، لكن انا طبعا هفضل اعمل كده بس عشان وقتنا، والحق مع حضراتكم اعمل الوصفه الثالثه. بسم الله، هنحط كده الايه الحله بتاعتنا كده، ونحط الكف برضو عشان تتضرب ضربه حلوه. بسم الله، بسم الله، هنا تعالي كده لفي عشان اشوفك الناحيه دي. طيب كده، ايوه اهو. مين؟ قولي كده. هننزل بقى بقيه الكميه، طبعا هتعملوا انتوا بايديكم براحتكم خالص، خدوا وقتكم عشان ايه. طيب انا لما بستخدم دي جميع الاستخدامات، عشان بس نبقى اتكلمنا عنه في الوصفات بتاعه الكحك والبسكوت وكده، هي فيها ميزه ان هي ما بتعملش عرق زي البسكوتات الثانيه، زي انواع الدقيق الثانيه بيبقى فيها جلوتين شويه اعلى، فاحنا ايه بنخلي بالنا من الجزئيه دي. بسم الله، فبتبقى امان. البتيفور من الوصفات اللي بنخاف منه اما يفرش او يطرد الزبده، وفي الحاله دي لازم استخدم الزبده ساقعه. عاده كيلو الدقيق بياخد حوالي 625 جرام من الايه، ولو عندنا مقادير البتيفور يا ريت ننزلها على الشاشه بعد اذنك يا ندى عشان اصدقائنا، ونضرب ضربه حلوه. انتوا قدامكم قد ايه؟ قولولي. طيب دي مسقعه خمسه بس. طيب ماشي، ومعانا عزه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، اهلا، يا حبيبه قلبي، الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه، وتسلم ايدك على كل اللي انت بتعمليه. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، شكرا لحضرتك جدا. انا كنت الاهلي طبعا، وانا اللي كنت دعيتك، ربنا يكرمنا قدام الرجاء. يا حبيبه قلبي، اهلا بحضرتك والله، تسلمين. انا زغرات الفوز للاهلي والله.
يا رب يخليك يا فندم، تحيه لحضرتك بجد. انا بس عايز اعرف ايه السردسيه التركيه؟ معلش انا هقف هنا عشان اسمع كويس حضرتك، معلش قولي لي تاني. عايز اعرف ايه الشركسية التركية اللي بسمع عنها، بس انا مش عارفاها يعني ايه هي الشركسية التركية. حاضر. لا دي جميلة جدا وبسيطة جدا، نعملها. حاضر. واقول لحضرتك دلوقتي كمان بتتعمل ازاي. ربنا يخليكي، كل سنة عينيا لحضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة. طيبين حبيبتي، تسلمي. الف مبروك لتصعيد النادي الاهلي اللي نص النهائي. حبيبة قلبي، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. اليوم كانت قد ايه؟ الله يبارك في حضرتك يا مدام عزة، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. بصوا بقى شايفين الخليط عامل ازاي، خريط الغريبة، وهي ما بتلزقش. لكن السمن ده مهم قوي قوي الخطوة دي. برضو في البيتيفور يا أستاذ أحمد، هنزل بعد إذنكم مقادير البيتيفور عشان أستاذ أحمد الدبيكي. وعايزة أقول لحضرتك إنه الزبدة هتطلع من التلاجة، هنقطعها مكعبات ونوزنها، وبعد ما بنوزنها هنحطها كده على الايه، على ترابيزه المطبخ او رخامه المطبخ، وبعدين نجهز بقيه الحاجات. بضرب الزبده الاول مع كميه السكر، وهنزل لحضرتك المقادير دلوقتي. السكر البودره اللي المفروض نكون احنا شارينه مطحون ناعم، او لو في البيت يبقى ننخله عشان يبقى ايه، ما فيهوش الحبيبات. طيب هناخد كده ونبدا نشكل بقى، اوري لحضراتكم على الصاج. بسم الله. طبعا الغريبه ما بنحطلهاش تحتها ورق زبده ولا حاجه، اهي ناخد كده على حسب الحجم اللي حضراتكم بتحبوه. يعني مثلا الحجم الصغير اهو، خلينا نعمل من الحجم الصغير اهو كده. بصوا بقى تيجوا تعملوا الكوره كده، العجينه ما بتشققش، يعني ايه ما فيهاش شرخ، ناعمه ناعمه خالص. شوفوا ناعمه يا غريبه، صح؟ وشوفوا جميله ازاي. طب هفترض حضرتك بتعمليها ولقيتيها بدات سايحه شويه، البيتيفور هيبقى معانا اهو يا استاذ احمد، معانا المقادير اهي قدام حضرتك. بنخلط الاول نسبه الزبده مظبوطه على فكره، 25 جرام دول حضرتك هتلاقيهم انت محتاجهم، هم ممكن يفرقوا في نص معلقه ولا حاجه، بس بيفرقوا في الخليط صدقني. يعني ده بعد ما الواحد ايه، في ناس بتقول 650 هيبقى زياده. اهم حاجه الزبده ساقعه والمكونات تبقى ساقعه، المكان حاجه تشتغل فيه ساقع. اذا لقيته بدا الخليط يبقى لين، حطه في الثلاجه قبل التشكيل، مش هيجرى له اي حاجه. الخليط اللي قدام حضرتك ده لجيب الحلواني، يعني اللي احنا بنستخدمه في جيب الحلواني، لكن اذا حضرتك حابه في الماكينه هتزود من نص لكوبايه دقيق على حسب الايه، نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدمه. تمام. انا بس بقفل كده الشكل الغريبه بتاعتي. الغريبه لونها يفتح كده كل ما نديها خدمه السمنه ساقعه، وتتخدم الاول ضرب السمنه لوحدها، وبعدين نسبه السكر تتضاف عليها. بصوا بقى الكوره بجيبها هنا اهو، بين هنا في الحته دي. وعلى فكره طب اقول لك على حاجه، مخرجنا الاستاذ ابراهيم بيسالني على حاجه مهمه، بيقول لي وريني طب بتشكلي الكوره ازاي. على فكره في ناس بتطلع الكوره معاها بيضاويه، يعني مش شرط تطلع كوره مدوره. فسبحان الله كل واحد ايده على حسب يعني. فحتى لو حصلت كده سويها عادي في يعني في صاج الفرن وهتطلع مظبوطه. بصوا بقى، طيب نقدر نحتفظ بعجينه كحك، بعجينه بيتي فور، بعجينه غريبه في الفريزر؟ نقدر نشيل اي حاجه احنا زياده عندنا، نشيلها كعجينه، وفي اي وقت تاني نحتاجها تطلع تفك على الرخامه ونبدا نشكلها بشكل تاني. اهي الكوره، وزي ما قلت لحضراتكم الخليط لازم يبقى ناعم ومظبوط. طبعا عايزين توزنوا قوي بقى بالوزن يعني، بس طبعا احنا كلنا ما بنعملش كده في البيت، بيبقى تقريبا المامهات كلهم على حسب يعني رؤيه عينيهم واحساسهم، طبعا خبره من السنين. لكن لو عايزين توزنوه اوزنوها تطلع كلها قد بعض، ماشي. يبقى نجاح الغريبه في السمن الساقعه، وفي كمان الضرب بتاع السمنه الاول، وبعدين ضرب الايه السمنه والسكر مع بعض، وبعد كده نضيف الدقيق وما نعجنش كتير. يلا هنحط الحركات حالا. اخر حاجه اهي اهي، بصوا الصاج جميل ازاي. طبعا ما بنحطلهاش سمن ولا زيت، هي مليانه سمنه اهو. تعالوا بقى نحط هنا مثلا وندقه كده. لو عايزين اللوز يفضل ابيض ما يتحمرش زي اللي انا عاملاها، حضراتكم نقعوا اللوز من بالليل في ميه في الثلاجه،
تمام. وبعدين بصوا بتك تكه بسيطه وانا بسكن بس البتاع، لكن ما ببططش الايه الغريبيه نفسها، ما ببططهاش، ما بضغطش عليها جامد عشان هي كده كده هتاخد ايه سنه، هتريح في الفرن فهتاخد سنه كده حلوه يعني. اهي ناخد بقى ممكن كريز، ناخد كده ايه هنا نص كريزه كده. معانا هدى، يا هدهد. الو ايوه يا ستي عظيمه. يا خرابي ايه العسل ده، اهلا اهلا. انا بحبك قوي قوي قوي، وانا كمان اهلاويه ومبسوطه قوي ان حضرتك فرحت الاهلي. يا روح قلبي يا روح قلبي، انا كمان مبسوطه اني سمعت صوتك قوي النهارده يا هدهد. انا بحبك قوي، نفسي قوي اطلع في مره معاك قوي. يا نهار ابيض، لو كنت معايا دلوقتي كان زمانك بتزيني الغريبه بالكريزه الاحمر دي. البيت كويس قوي ما شاء الله عليكي يا روح قلبي يا روح قلبي، انا مبسوطه بيكي جدا. في سنه كام يا هدى؟ انا في البرايمري فور. يا روح قلبي ربنا يوفقك، عندك امتحانات قربنا بعد العيد صح؟ صح. ان شاء الله اشوفك من المتفوقات وتكلميني وانتي ناجحه وجايبه شهاده كده، وبعدين تطلعي معايا بقى في البرنامج. اتفقنا اتفقنا يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني. عايزه حاجه اعملها لك؟ لا عايزاكي تعملي كريب شوكولا. من عندي ولعندي يا روح قلبي. ميرسي. ميرسي يا روحي، ميرسي على اتصالك يا حبيبة قلبي. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. ميرسي يا دودة. بيقولوا لك يا توتة أكيد. بصوا بقى هندخلها الفرن، حرارة 160 ولا أي حاجة. يعني أنا لو هنبص بصة برضو مع حضراتكم كده على البسكوت، بصوا كده سريع قبل ما أحط عشان عايزة أرفع الصاج اللي تحت ده للغريبة. يلا طيب نحط بقى هنا الصاج ده كده لفوق شويه عشان مش هينفع احط الغريبه اللي تحت، هحطها هنا حراره 160 المفروض علشان ايه تفضل بيضه، المفروض ما تحمرش، اول ما تحت تاخد لون ذهبي بسيط خلاص انا هطفي الفرن وهطلعها. ولو حضراتكم هتبداوا بيها في الاول او الفرن كان حامي هدوا الفرن الاول وبعدين ابداوا اشتغلوا فيها. طبعا اعتقد كده الحكم سفر بانتهاء الشوط الثاني، هنروح لاستراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا ورجعنا من الاستراحه، وهنبدا مع حضراتكم دلوقتي وهنقول عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا. عملنا البسكوت بالنشادر وعملنا كمان الغريبه، واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم. ودلوقتي هنبدا في نوع بسكويت، يعني احنا مش هنحط فيه زبده وسمنه لانه في ناس كتير قوي بتتحسس من الزبده والسمنه ما بيحبوهاش. هستخدم فيه زيت نباتي مليان، طبعا زيت مليان احنا اتفقنا ان هو من الزيوت يعني الجميله اللي ما فيهوش نسبه اولين اصلا، عشان احنا بنبعد دايما عن الحاجات اللي بيبقى فيها الاولين، ده هو اللي بيخلي الزيت شويه ايه يتقل كده ويبقى مش لطيف. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي للبسكويت اللي هو بدون سمن او زبده عندي 4 كوبايات من الدقيق، عندي 2 بيضه، عندي نص كوبايه من اللبن، معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي كوباية من السكر البودرة، وكمان كوباية من الزيت النباتي مليان، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الكاسترد باودر، ده بيدي لون كده حلو للبسكوت لو حابين حضراتكم تحطوها او مش عايزين براحتكم. رشة ملح ومعلقة كبيرة من روح الموز، دي احتياطي يعني لو انتوا عايزين تمام، مش عايزين خلاص ممكن تحطوا اي اسانسات تانية لو حابين ماشي، عايزين تجملوها باي حاجة طبيعية عايزين تسيبوه كده بالفانيليا بس برضو ماشي. كل ده حاجات جميلة، عايزين تعملوا جزء منه بالشوكولاتة وجزء منه مثلا بالفانيليا، يعني نضيف له شوية من الكاكاو، هنشيل من نسبة الدقيق وهنضيف للكاكاو، يعني نشيل 2 معلقة دقيق مثلا أو 3 ونحط مكانهم إيه 3 كاكاو، لازم حاجة تحل محل حاجة. طيب بنشرب بس هنا كويس وهبدأ أشتغل مع حضراتكم. طيب بسم الله، هاخد البيض مع السكر البودرة الأول، بسم الله، بيضتين، وهحط معاهم الفانيليا اهي، ادي الفانيليا، وهاخد الكاسترد كمان هحطه مع السكر البودر، بسم الله، ادي الكاسترد، هنحط كده الفانيليا بتاعتنا اهو. طبعا الفانيليا اللي حضراتكم لو هتجيبوها خام استخدموها ليه من غير سكر عشان تبقى يعني قويه، اللي بسكر دي بتبقى ضعيفه جدا. طيب هاخد بقى كده الايه المكونات دي هحطهم، السكر مع الكاسترد اللي انا ضفته هنا
على ايه؟ على البيض. يبقى البيض والفانيليا والكاسترد والايه سكر البودره. بسم الله نضرب. طيب خليني بس ايه ارفع هنا اخد الشبك احسن علشان يعني ايه تتضرب كويس وبشكل حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله اهو. يلا بينا. هنزل بس كده اللي في الجوانب عشان ايه يختلطوا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وتعالوا نقلب مره كمان. بسم الله بسم الله. ناخد كمان. طيب هنا بقى هاخد كده اللبن وعندي هنا الايه البيكنج باودر على الدقيق وطبعا هاخد معاهم ذره الملح ذره كده بسيطه تظبط الحلاوه. ويا سلام لو حضراتكم تدخلوا دي ده في اي حاجه بتعملوها بسكويت معجنات بيتي فور اي حاجه ندخلوه كده نخله خلوا الايه الهواء يدخل جواه كده ويبقى جميل. طيب خلاص شلنا البيكنج باودر ذره الملح هاخد معايا الزيت جنبي واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هفتح هنا ارجع بس ده كده عشان ما يشتغلش فجاه وهحط كده الدقيق بالتبادل مع الزيت واللبن. خليني اخد معلقه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا هناخد كده شويه من الدقيق هنا بصوا كده انا هحطهم كلهم خلاص وبعدين ايه وبعدين هاخد بقى اشغل كده بالراحه انزل كده. بسم الله ايوه هنزل هنا من هدوء كميه الزيت. بسم الله اخلي الزيت يتغلغل فيه زي السمنه بالظبط كانه ببسهم مع بعض وهمسكه باخر حاجه شويه اللبن اللي حضراتكم شفتوهم دول. تعالوا كده نبص بصه اخيره بس انا هشيل بقى ده خلاص عشان انا مش هحتاج ده عايزه الكف بقى هنا. تسلم الايادي والله كده. طيب ايوه يلا بينا هناخد بقى كميه اللبن هنا ونخلط بقى هنا خلطه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يلا بينا وننزل بقى شويه اللبن دول يمسكوا لنا العجينه دي. خلينا نبص اخر بصه قبل ما نشيل العجينه. ننزل بس اللي في الجوانب خلاص هي لمت وتمام وايه
هشوف بس القوام بتاعها. ممكن امسكها بايدي كده. اه بقى لها اخر شويه لبن صغيرين اهم اهم. اه هنحط كده اخر شويه لبن وخلاص اخر ضربه والحمد لله ربنا هيكرمنا باذن الله. كده يلا بينا كده تمام جدا بسم الله. خلاص ايوه كده خلاص الحمد لله تمت بحمد الله بسم الله. يلا بينا تعالوا بقى هنا نشكل بقى شكل. ممكن البسكوت ده يتشكل برضو بجيب الحلواني او لو حضراتكم نغير في الشكل شويه زي اللي انا عاملاه. خليني اوريكم كده ايه انا عاملاه ازاي. ممكن نعمل منه شويه بالكاكاو وشويه عاديين من غير حاجه. تعالوا كده الم بس العجينه هنا كده اهي. نحط دي بقى هنا نفرد عليها العجينه الحلوه دي هنا. بصوا كده اهو شايفين ينفع في الاثنين. الطريقه اللي تريح حضراتكم مفيش مشكله منها خالص. انا بس بغسل ايديا وايه وجايه حالا انا هشكله. ليه طريقه كده جميله نقدر نرش عليه شويه سكر لو عايزين شويه سكر كده سنترافيش حلوين شويه سكر عاديين كده. بصوا نمسح بس هنا. تعالوا بقى ايه نشكل. انا عندي صاج هشكله كده دواير زي فاكرين بسكويت العشر دقايق اللي احنا عملناه. هاخد صاج كده اهو بسم الله هنا اهي بلم. بصوا العجينه جميله ازاي بتاعته عجينته حلوه جدا. واحط هنا الصاج. هاخد كده كور كده صغيره. بصوا ده ممكن يبقى شكل جميل. يعني بحس ان الشكل ده قريب من شكل الكحك بس هو كنوع خفيف اهو. وهناخد بقى شويه كمان ايه سكر على الوش او نغمسه في شويه سكر اوريكم بيطلع ازاي. وتقدروا تضيفوا له شويه نعملهم بالكاكاو او بالقرفه. تقدروا تضيفوا له كمان قرفه باودر او كاكاو باودر زي ما احنا عاملين كده مع حضراتكم. بصوا اهو وهيطلع رائع زي الكوكيز. وتقدروا تعملوه بجيب الحلواني بس انا عشان عملت كذا شكل بقى قلت خلاص. طيب دلوقتي بقى مدام عزه اللي سالتنا على الشركسيه التركيه. الشركسيه دي بتتعمل بالفراخ وليها كده صوص جميل بيتعمل بالتوست العيش التوست. بنشيل الحروف بتاعته وبنخلطه بقى مع توم وزيت وبنضرب التوست ده في الكبه مع عين جمل او الجوز يعني وشويه مرق من سلق الفراخ الحلوه اللي احنا حطينا لها منكهات حلوه وسلقناها. في بوكيه جرنيه جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان. وبعدين بناخدها الفراخ دي بتتقطع كده شرايح حلوه علشان هي دي اللي الصوص الاساسي في الشركسيه كلها علشان نقدر نحط الصوص ده مع الفراخ الحلوه دي. يلا مين قولولي كده. هاخد بقى شوكه كده ممكن كده. هناخد شوكه بسم الله ممكن كده اشوف هنا. هاخد كده شوكه. ممكن اعملها فين بقى؟ ممكن اعملها في الكاكاو واعمل كده يعني ايه نعمله بشكل مختلف شويه. و او لو عندكم شكل ورده اي شكل من الاشكال دي نزلوه في حاجه وتعملوا بيه شكل حلو كده. عايزين ترشوا على وشه زي ما قلت لحضراتكم سكر تمام. وهيدخل الفرن على حراره 180 برضو على الشبكه في النص لحد ما ياخد لون ذهبي حلو. انا عامله منه الطبق الصغير ده بس الطبق الصغير ده عليه سكر مرشوش من فوق. يعني نزلت الكوره دي جوه السكر السنترافيش اللي ليه حبيبات وبعدين حطيتها في الصاج ورحت عامله له الشكل بتاعه بالشوكه. بيطلع اللون ده عشان السكر ده بيدي درجه من الالوان الجميله جدا. طيب احنا دلوقتي خلصنا البسكويت اللي من غير زبده ولا سمنه عملناه بالزيت مليان.
والطبق بتاعنا الجميل الرائع. اوكي كده اهو، ده كده، ده ده غمسناه في السكر ونقدر نعمل اي شكل بقى، بالكاكاو، بالقرفه، تلونوا منه جزء زي ما انتم عايزين، ده يرجع لحضراتكم. بس حاجه مختلفه وعجينه سهله وبسيطه. وبرده لاصدقائنا اللي مش عايزين بيض او لبن، نقدر نستعين عن اللبن بالعصير، اي عصير طبيعي حضراتكم، او بالميه، مفيش اي مشكله خالص. البيض مفيش مشكله وهيطلع البسكوت جميل جدا حتى لو من غير بيض. دلوقتي بقى اسمحوا لي لكل اصدقائنا المنتظرين الفقره القادمه معايا من الاسئله اللي هنتكلم فيها عن فكره الخمول والكسل، وليه احنا بنحس الشعور ده ونقدر نعمل ايه علشان نتغلب عليه، هيكون مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. هي معانا الفقره اللي جايه مستنيه حضراتكم.